الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. احنا قلنا ان احنا سنتناول أوجه القدوة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه القدوة في حياتنا العملية. سأتناول موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة ومغفول عنه. الله سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام في بيئة إن صح التعبير جاهلية عمياء. فأول قضية محتاجين نطل عليها في هذه الحلقة الأولى هي قضية المجتمع وصراع الإنسان مع المجتمع. المجتمعات ليست شيئاً محايداً، المجتمعات هي توريث كامل لثقافة المجتمع للطفل الذي يولد. فإذا ولد الإنسان في بيئة معينة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجعلانه مسلماً، وكلما زادت كثافة البيئة اللي موجودة في حقنها لهذا الطفل الصغير كلما تشكل عقله بشكل من الأشكال. فالبيئات المتطرفة عادة ما تورث هذه النزعات للأطفال اللي موجودين عندها بشكل من الأشكال، ويتم هذا بأمر طبيعي من الأم إلى الأب إلى المحيط الأسري إلى المدرسة إلى المعبد إلى الشارع إلى الإعلام إلى التعليم. بمعنى من المعاني المجتمع يضغط على الإنسان في اتجاه معين حتى يجعله يتقولب ويدخل داخل البناء الاجتماعي الموجود. فإذا كان الإنسان ولد في بيئة هندوسية فهو سيصبح هندوسي، لأنه منذ طفولته ويحكم بنفس المعاني اللي موجودة، تحيط به نفس الأصنام اللي موجودة، نفس المفاهيم، نفس التصورات. إذا ولد في بيئة بوذية يكون محاط بهذه الأصنام اللي موجودة، مفاهيم بوذة إلى آخره. إذا ولد في بيئة مسيحية أو يهودية سيتشكل بنفس الأشكال. إذا ولد في بيئة مسلمة مستقيمة سينشأ عنده فهم مستقيم، إذا بيئة مسلمة منحرفة سينشأ عنده فهم منحرف. فالإنسان بشكل من الأشكال ابن بيئته. فهل يحتج الإنسان ببيئته أنه لم يهتدي ولم يصل للهداية؟ وما هو وجه الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام التي تجعله في مقام الخطاب في هذا الموضوع اللي موجود؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تحيط به بيئة شرسة اجتماعيا، بمعنى في 360 صنم في مكة التي يسكنها، والبيئة كلها عبارة عن حاضنة دينية تستعد لمواسم تجارية، بمعنى موسم الحج وموسم العمرة، هاي الموسمين اللي يتكسب فيهم أهل هذه البلاد، والناس يزورون هذه البلاد من أجل هذه الأصنام. فتعظيم الأصنام جزء من البيئة بشكل كبير جدا، والأصنام يمثلها الكهنة وما يقوله الكهنة، والمجتمع يعتمد على الكهان في كثير من الأشياء. فالإنسان إذا أراد أنه يسافر يستشير الكهنة، إذا أراد أنه يتاجر يستشير الكهنة، إذا أراد أن يقوم بأي عمل ويسأل فيه البركة يطلب من الكهنة، والكهنة يقومون بأدوارهم هذه مقابل المال. وبالتالي العملية كلها تركيبية معقدة، من علاقة بالأصنام إلى علاقة بالكهان اللي موجودين إلى علاقة بالبيئة الاجتماعية اللي تطلب هاي النوع من الخدمات، إلى أن هذه الخدمات مرتبطة بموسم سياحي تجاري كبير جدا في البلد، فالتخلي عنه في غاية الصعوبة. إذن الطفل الصغير الذي سينشأ في هذه البيئة من ناحية المفاهيم الدينية، وهو في بيئة قبلية عنصرية بدرجة كبيرة جدا، فالناس يتفاوتون بأنسابهم وأحسابهم وأموالهم على طبقات عديدة جدا، في أسفلها يوجد الفقراء ويوجد الأغراب ويوجد فيها العبيد، وفي المتوسط توجد الطبقات المتوسطة، وفي أعلى الهرم يوجد الناس الذين يمثلون دار الندوة النخبة الحاكمة في هذا المجتمع الموجود. التفاضل يتم بأشياء جانب منها طيب مثل الكرم ومثل الشجاعة ومثل الكذا، لكن الجانب الطاغي فيها الظلم وأخذ حقوق الأضعف والامتهان اللي موجود. المرأة في هذا المجتمع تشكيلة كبيرة جدا، منهم سيدات المجتمع الذين يعني لهم الشرف والكذا،
وهناك من يؤدون من الفقراء، البنات الذين يؤدى من الفقراء داخل المجتمع نتيجة مخافة أن يحدث لهن شيء. إذن عندنا مجتمع خليط من الأفكار والبنى اللي موجودة تحيط بهذا الطفل الصغير اللي موجود داخل البيئة في هذه الحاضنة الاجتماعية الضخمة. هل لهذا الطفل من مخرج؟ وهل لهذا الطفل في بيئة أخرى من مخرج قد يجده إذا تفتحت عنده قدرة، إن صح التعبير، نظر الفطري الأول اللي موجود؟ هذا ما يمكن أن ننظر إليه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحاول أن نفهم ما هو المفتاح الذي فتح به الرسول صلى الله عليه وسلم تأملاته ونظراته في هذا العالم اللي موجود قبل نزول الوحي عليه. ما الذي جعل قلبه، إن صح التعبير، ميدانا لاستقبال الوحي وجهزه لهذا العمل العظيم الكبير جدا الذي ينتظره؟ فهذا الإنسان الذي يشتكي من أن البيئة لا تسمح له بأن ينظر وأنه أسير هذه البيئة، تأتي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتقول أن الإنسان بفطرته يستطيع أن يخترق حجب البيئة ويستطيع أن يولد فكرا وتصورا ورؤية تسمح له بأن ينفتح على عالم الآخرة وعلى عالم الله سبحانه وتعالى وعلى هذا الوجود الضخم جدا. وهذا ما سنتناوله في هذا المفتاح الكبير في الحلقة القادمة. ما هو المفتاح الذي فتح به الرسول صلى الله عليه وسلم مغاليق هذه البيئة، والذي يمتلك أي إنسان أنه يستخدمه لينفتح على فضاء أكبر وأوسع؟ وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.